شهد مونديال روسيا ظاهرة جديرة بالاهتمام، ألا وهي تسجيل مدافع المنتخبات المشاركة أهدافا بصورة ملفتة، حيث بلغ عدد الأهداف المسجلة من المدافعين 25 هدف. كل الأهداف كانت هامة، لكن بالطبع هدف الفرنسي سامويل أوموتيتي في شباك بلجيكا خلال النصف النهائي كان الأغلى خلال مونديال روسيا، كونه أهل الديوك الفرنسية إلى المونديال لأول مرة منذ تتويجهم بالكأس الغالية عام 98. بينما كان الكولومبي بيير مينا أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف خلال المونديال، كما أنه دخل التاريخ بمعادلة رقم الألماني ميروسلاف كلوزي بتسجيله 3 أهداف برأسه في مونديال واحد، بعد أن أحرز الكولومبي 3 أهداف أمام كل من منتخب بولندا، السنغال بدور المجموعات، وسجل هدف التعادل أمام إنجلترا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بدور 16. استطاع جون ستونز مدافع المنتخب الإنجليزي تسجيل هدفين أمام منتخب بنما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة لدور المجموعات من المونديال، التي انتهى بفوز كبير لإنجلترا 6 أهداف مقابل هدف للمنتخب البنمي. فيما نجح ماركوس روخو مدافع المنتخب الأرجنتيني في تسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام نيجيريا، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة في الدقيقة 86 من زمن المباراة. افتتح هاري ماجواير مدافع المنتخب الإنجليزي أهداف مباراة منتخب بلاده أمام السويد، وذلك ضمن منافسات الدور الربع النهائي بالمونديال، التي انتهت بفوز إنجلترا بهدفين من دون رد، حيث سجل ماجواير الهدف الأول في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول. فيما أصبح ماريو فرنانديز لاعب المنتخب الروسي أول مدافع روسي يسجل هدفا بتاريخ المنتخب في المونديال، بعد أن سجل هدف التعادل أمام كرواتيا في الدقيقة 115 من زمن الشوط الإضافي الثاني بالدور الربع النهائي من المونديال. شملت القائمة الأرجنتيني جابرييل ميركادو، الإنجليزي هاري ماجواير، الروسي ماريو فرنانديز، البنمي فيليبي بالوي، الكوستاريكي كيندال واستون، التونسي ديلان براون، الإسباني ناتشو، السنغالي موسى واجي، الدنماركي ماتياس يورجنسن، البولندي يان بنداريك، الصربي ألكسندر كولاروف، الكوري الجنوبي كيم يونغ جون، الفرنسيين بنجامين بافار ورافائيل فاران، البرتغالي بيبي، الكرواتي فيدا، السويدي لودفيغ أوغستينسون، البرازيلي تياغو سيلفا.